كرام، كنا نتابع معا هذا المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة لختام هذه الفعالية، هذا الملتقى في كورن وول في بريطانيا، الذي تحدث فيه كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بوريس جونسون. إجمالا كانت الأسئلة الصحفية التي سمح لها في ختام هذا المؤتمر وجهت إلى الرئيس الأمريكي، تمحور جزءان منها حول العلاقة مع الصين ومع روسيا الاتحادية. تحدث الرئيس الأمريكي في هذا الإطار إجمالا قبل الوصول إلى هذا السؤال الصحفي أن الجميع سيعمل متعاونا على مكافحة تغير المناخ، كما سيعمل على معا بالطبع على مكافحة الوباء يقصد به كوفيد-19، وشدد على دور الولايات المتحدة الأمريكية وعودتها إلى قيادة العالم، على ما يبدو أنها إشارة غير مباشرة لسلفه دونالد ترامب ودوره بعد توليه السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيعمل على الحديث، أو أشار ابتداء قبل هذه الجملة إلى دور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، وقال إنه سيعمل على مراجعة الأمن السبراني للولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالصين، حسب حديث صحفي وجه له، قال إنه سيدعو الصين إلى احترام سيادة هونغ كونغ، وسيدعوها إلى احترام حقوق الإنسان، وسيعمل ويتحدث معها عن بديل وصفه بالديمقراطي للتعاون معها، يقصد بين الولايات المتحدة والصين. وقال إنه أي الولايات المتحدة ستدرس مبادرة الحزام والطريق، وسوف تبحث عن بدائل معها. الأهم أنه قال أنه هناك مجالات عدة بين الولايات المتحدة وروسيا، حديثا وتعليقا على لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على سؤال صحفي قال أن مجالات التعاون بين الدولتين متعددة، ولكنه لخص هذه المجالات في مكافحة التغير المناخي ومجال اللقاحات لكوفيد-19. إذن مشاهدي الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية المباشرة لهذا المؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورن وول في بريطانيا. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي. دكتور، تحياتي لك. أهم ما استوقفك في كلمة الرئيس الأمريكي الختامية؟ أنا في اعتقادي أن الرئيس بايدن يحاول إعطاء رسالة واضحة للحلفاء ولي حتى الخصوم، بأن أمريكا عادت إلى النظام الدولي، وأن أمريكا ستقود النظام الدولي وستقود الحلفاء في مواجهة التحديات والمخاطر، سواء في مواجهة الخصوم الاستراتيجيين مثل روسيا والصين، أو فيما يتعلق ببناء شراكات مع الحلفاء التقليديين في أوروبا وفي آسيا للتعامل مع هذه التهديدات وهذه التحديات. هو يعني نوع من الإطلاق مع سياسة سلة فيها الرئيس ترامب الذي تسببت حسب وجهة نظري في شروخات مع الحلفاء، وأيضا لم يستطع بسياسته أن ينجح في احتواء وتحجيم الخصوم، خاصة الصعود الروسي والصعود الصيني. وأنا أعتقد الآن أن بايدن يحاول أن يضع أمريكا مرة أخرى في قلب النظام الدولي في مسؤوليتها كدولة عظمى عالمية لها مسؤوليات تجاه القضايا العالمية، سواء الأمراض وجائحة كورونا والتغيرات المناخية أو الأمن السيبراني وغيرها من القضايا، وفي ذات الوقت إعطاء رسائل واضحة وحازمة وراضعة للخصوم، خاصة روسيا والصين. هل هي راضعة أم أنه يمهد لما هو قادم، ابتداء بلقائه مع فلاديمير بوتين أو ما سيأتي من ردود أفعال حول هذه الكلمات؟ أنا في اعتقادي أنها رسائل تحاول إعطاء رسائل واضحة محددة لكلا الطرفين، باعتبار أن روسيا والصين حقيقة، وحتى الصين سبقت روسيا في هذا الإطار، هي القسم الاستراتيجي الأول المهدد لهيمنة أمريكا على النظام الدولي. الصين تمتلك كل مقومات القوى الشاملة، وبالتالي هنا الرئيس بايدن يحاول ما يسمى سياسة الترويض لكلا القوتين، سواء من خلال سياسة المسج بين العصا والجزرة، أي استخدام العقوبات واستخدام سياسة الردع والإطار الحازم، وبين سياسة الحوار والتعاون والقمة مع الرئيس بوتين، أو من خلال سياسة بناء شراكات لاحتواء هذا مع الحلفاء لاحتواء هذا الصعود الصيني. رأينا أن أمريكا قامت بترميم شراكاتها مع كوريا الجنوبية واليابان في آسيا لاحتواء الصين، قامت أيضا بتأكيد شراكاتها مع الحلفاء الأوروبيين التقليديين وفي حلف الناتو لاحتواء روسيا، مع فتح قنوات مع كلا القنواتين لترويض واحتوائهما من خلال التركيز على المسمى المسارات المتقاطعة، أي التعاون في بعض الملفات، مكافحة الإرهاب، التغير المناخي، الأمراض وجائحة كورونا، لكن مع استمرار المسارات الأخرى وهي الصراع الاستراتيجي، سواء الصراع الاستراتيجي الشق الاقتصادي أو الشق السياسي أو الشق العسكري، في محاولة تحجيم وتأكيد استمرار هيمنة أمريكا على النظام الدولي. وبالتالي هنا بايدن يحاول
الآن يظل أمريكا في السباق من خلال تقويتها أمريكا اقتصاديا، من خلال أيضا بناء شراكات مع الدول القوية اقتصاديا مثل مجموعة السبعة وأيضا دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في ذات الوقت العمل على تحجيم الصين وروسيا من خلال هذه الرسائل الرابعه وايجاد بدائل، يعني حتى فيما يتعلق بطريق الحريره التي تعتبرها الصين احد ادواتها حقيقه في دعم نفوذها الدولي وفي النظام الدولي سواء من الشكل الاقتصادي او من الشكل الاستراتيجي. ايضا فان بايدن حاشد او بيحاول حاجز القمه السبعه للاستثمار في البنيه الاساسيه في عدم الدول الافريقيه كمنافس كبديل لطريق الحرير، وبالتالي هنا الصراع ياخذ ابعاد متعدده سواء في مسارات متقاطعه والتعاون في بعض الملفات او في مسارات متوازيه فيما يتعلق بالانفراد والهيمنة والنفوذ حول النظام الدولي. طب دكتور أحمد، هل من تفسير لتكرار حديث جو بايدن بأن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم؟ هل من تفسير لهذا التكرار؟ هل هو يقصد التلميح أو الإشارة التي تقدم بها الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سيترشح في الانتخابات الأمريكية القادمة؟ أم أنه يوجه هذه الرسالة لمن؟ أنا في اعتقادي أنه بهذه الرسالة يضرب هدفين في وقت واحد. الهدف الأول هو تأكيد الهيمنة الأمريكية والانفراد الأمريكي على العالم وأن أمريكا هي قائدة لهذا العالم. الأمر الثاني هو إعلان القطيعة مع رسالة مع سلفي الرئيس ترامب الذي تبرت سياساته وعقيدته في السياسة الخارجية بعقيدة الصفقة، فكرة الحماية مقابل المال، فكرة أن أمريكا أولا. كل هذا أحدث شروخات حقيقية من خلال سياسة حتى فرض الضرائب والرسوم الجمركية مع الحلفاء قبل الخصوم مع الأوروبيين مع اليابان مع كوريا الجنوبية، وبالتالي هنا بايدن يؤكد من قبل على هذا المفهوم أن أمريكا تعود في إطار العمل الجماعي الدولي من خلال القيادة من التعدد والتنوع وإطار الوحدة وحشد هذه القوة حقيقة في على ترتيب الأولويات فيما يتعلق بمواجهة تهديدات روسيا سواء تهديدات السيبرانية أو كما يسميه تهديد روسيا للنظم الديمقراطية الغربية، عندما قال سنحشد وقمة الديمقراطيات أيضا حديث عن الصين والاستخدام أيضا ورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت أدوات السياسة الأمريكية في ما يسمى يعني النموذج الأمريكي العالمي نموذج الديمقراطية، وهو ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية حقيقة في الضغط على الصين من خلال هذه الأوراق. أعتقد أن الرئيس بايدن بتكرار هذه الجملة هو بيعطي انطباع بأن أمريكا القوية، أمريكا القوية داخليا، أمريكا القوية بعلاقاتها، أمريكا القوية بمواجهة التحديات ستقود العالم في الفترة المقبلة. طيب حديث الرئيس جو بايدن على وجه التحديد تحدث غيره، ولكن سنتوقف مع أهم الإشارات التي خرجت في كلمته فيما يتعلق بالصين، الملف الصيني، احترام الصين لسيادة هونغ كونغ هكذا طالب، واحترام حقوق الإنسان، وتحدث عن بدائل وصفها بين قوسين بالديمقراطية للتعاون مع الصين. هذه المجموعة هي مجموعة يتحدث عنها كل رئيس أمريكي إذا خاطب الصين، ولكن أتوقف هنا مع كلمته فيما يتعلق بأنه يدرس مبادرة الحزام والطريق ويبحث فيها عن بدائل. إلى أي مدى تتقبل الصين هذا الطرح؟ وهل من بدائل تستطيع الولايات المتحدة أن تجدها؟ وهل الولايات المتحدة تحاول أن تثني الصين عن هذا الطريق أم أنها تحاول أن تدخل نفسها كرها شريكا في هذا المسار؟ أنا في اعتقادي أن طريق الحرير هو مشروع صيني قوي اقتصاديا وتجاريا من خلال استثمار أكثر من تريليون أو يعني من الدولارات في البنية الأساسية في كافة قارات العالم القديم خاصة آسيا وأفريقيا وأوروبا، وصل حتى إلى ألمانيا في ذات الأمور. الصين لا تريد بهذا المشروع الصدام مع أمريكا، ولكنها تريد على الأقل دعم نفوذها من خلال أن نعرف أن الصين بشكل عام تتجنب المواجهة أو الصدام المباشر. في المقابل أمريكا بتعتبر أن هذا المشروع وهذا النفوذ الصيني هو يدعم ويعزز القوة الاقتصادية الصينية، يعني الصين استطاعت في سنوات عديدة أن تتجاوز اليابان وتحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، ووفقا لتنبؤات حتى الخبراء الاقتصاديين أن إذا صارت الصين بهذا المعدل الاقتصادي وهزاد النمو المتسارع والانتشار عالميا اقتصاديا خاصة في افريقيا سيكون ربما يمكنها من تهديد المكان الاولى لامريكا اقتصاديا في خلال ربما عقد او عقد ونصف. وبالتالي هنا الهدف الاستراتيجي بعيد المدى وقصير المدى هو كيف لامريكا ان تحتفظ اولا بانفرادها باكثر من 25% من حجم الاقتصاد العالمي، وثانيا تحجم الصعود الصيني من خلال اولا التعامل مع طريق الحرير من عده منظوم من عده اعتبارات. الاعتبار الاول او عده اليات، اللي الاول هو يعني تقليل اندفاع او انجذاب الدول الاخرى لانضمام طريق الحرير من خلال مثلا تحالف مع الهند، تحالف مع دول مثل باكستان او غيرها التي يعني تحاول تقليل او تضخيم الاثار السلبيه لهذا الطريق خاصه فيما يتعلق بالحديث عن زياده مديونيه لدول العالم الثالث للصين بسبب الاستثمارات الضخمه في طريق الحرير. ثم الاليه الثانيه وهي
فكرة طرح البدائل. يعني حتى في قمة الـ20 كان اللافت هو أن بايدن قال أن الدول السبعة ستنفق المليارات في البنية الأساسية للدول النامية، وهنا يقصد فكرة إيجاد بديل ربما أكثر أقل تكلفة اقتصادية، أكثر ربما جاذبية في الأسواق. لكن يظل هنا نجاح هذا البديل هو مرتبط بمدى التنافس هذه البدائل على مع الحرير الصيني. الصين الآن على الأقل هناك أكثر من 60 دولة انضمت لهذا المشروع، لما انفق أكثر من $1 تريليون في الاستثمارات. هناك يعني نفوذ كبير وتوسع في الصين، خاصة في أفريقيا، في دول آسيا، وربط اسيا باوروبا. لكن تظل المشروع الامريكي الان هو في مدى قدره امريكا على وجود بديل قوي، لان الدول حتى الصناعيه والدول الاوروبيه ربما غير متحمسه. صحيح هي ضد او يعني غير متحمسه مع المشروع الصيني في طريق الحرير، لكنها على الاقل تعتبر انها ايضا على الحياد، لان الصراع الامريكي الصيني سيكون في صالح البلدين وليس في صالح بالضروره الدول الاوروبيه. وبالتالي هذا يمثل ربما تحدي كبير امام الرئيس بايدن. بالتالي الرئيس بايدن يحاول ان يغلف هذا الحشد والأوروبي ودول السبع الصناعية فيما يتعلق باعتبارات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشروعات الكونية. لكن في نهاية المطاف نحن أمام صراع اقتصادي. الحرب الباردة الجديدة ليست حرب إيديولوجية كما كان في بعد الحرب السوفيتي، ولكنها حرب اقتصادية مغلفة باعتبارات استراتيجية، باعتبارات عسكرية، باعتبارات خاصة بالديمقراطيات. وكل طرف يحاول توظيف وما استخدام مزيد من أوراق الضغط على الطرف الآخر. لكن هذا بيعني أن الصراع في النظام الدولي في العقد المقبل على الأقل 5 سنوات سيكون محصورا بين أمريكا وحلفائها من ناحية، وبين الصين بالتنسيق والشراكة مع روسيا على الأقل لتحجيم أو على الأقل لإنزال أمريكا من الهيمنة. نعم. والانفراد المطلق بالنظام الدولي. نعم، شكرا لك من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي، إذ كنت معنا عبر الهاتف. متصلون مع تغطية هذا الحدث، هذا المؤتمر الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي عقدت في كورنوول في بريطانيا. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. دكتور عمرو، تحياتي لك. ما هي العناوين الاقتصادية، خاصة وأن من يتحدث في السياسة يقول أن هذه القمة هي سياسية أكثر منها اقتصادية، هل تراها هكذا؟ اولا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قنواتكم. النهارده 13/6/2021، يوم بيوم سنتين تقريبا على اول نشاط مكثف او عوده الحروب الاقتصاديه تاني بالسلامه، بعد ما ابتدينا نخلص او يعني بعد ما ان شاء الله يكون في نهايه لأزمة كورونا. أنا تابعت الحقيقة زي ما بقول عودة الحروب الاقتصادية وعودة الحروب السياسية، وأنا تابعت القمة بابتسامة عريضة. ليه؟ لأن تاني بعد سنتين من الهدوء بعد أزمة كورونا تاني بنرجع نشوف زي ما بقول يعني بشيء من السخرية، رجعت الريمة العادية القديمة، وبالتالي ابتدينا نشوف الجي 7 تتكلم على حروب خفية لم يعلن عن اسمها. ويمكن هتوافقني في الرأي أن الصين وروسيا موجودة على الهيدن أجندة أو على الأجندة الخفية للقمة. طبعا موضوع الحرير وكيف يمكن الدول الصناعية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة. طبعا يمكن بايدن كان من عدة أيام كان ليه تصريح أن هيكون هناك سياسة جديدة أو عودة للولايات المتحدة في الساحة الدولية وبالذات مع الصين وروسيا. النهاردة شفنا بايدن أو الولايات المتحدة مع الجي 7 بيتكلم على يعني بطريقه او باخرى مجابهه روسيا، وبصريح العباره مجابهه الخطط الاقتصاديه الصينيه عن طريق انهم يعملوا طريق موازي لطريق الحرير من خلال دعم البنيه التحتيه في الدول الناميه. فيمكن ده الملف الاكبر اللي شد الانتباه. الملف الثاني طبعا ملف اللقاحات وملف تعزيز الرقابه الصحيه وتنفيذ اصلاح لمنظمه الصحه العالميه. وهنا كمان في كونفليكت، في صراع قديم كلنا نتذكره بين الولايات المتحده وبين منظمه الصحه العالميه. والولايات المتحده حطت على الطاوله هدف يعترف به انه هدف قد يصعب تحقيقه دون مشاركه طبعا الصين وبعض الدول الكبرى، لكن الولايات المتحده وواشنطن حطت على الطاوله هدف تعزيز الرقابه الصحيه واصلاحات منظمه الصحه العالميه، مع كمان دعمها او الحديث عن دعم موضوع اللقاحات بالذات بالنسبه لدول العالم الثالث من خلال مليارات الدولارات. لكن انا هنا تاني بقول ان احنا شايفين وعود في موضوع
دعم الدول النامية وموضوع كوفيد 19 وموضوع اللقاحات، لأن كلها وعود ولم يشار إلى آلية محددة من خلال المحادثات، لم يشار إلى آلية محددة حول كيف سيتم توزيع الأنصبة وما هي الشركات الكبرى اللي هتقوم بالتوزيع وكيفية التوزيع وعلى أي دول سوف يتم التوزيع، هل هيتم التوزيع على مناطق معينة ولا لغالبية البشر في أو الأفراد في الدول النامية. فلكن الحقيقة أنا برجع تاني أقول يمكن ما فيش concrete results أو ما فيش يعني tangible أو نتائج ملموسة من القمة، لكن زي ما أنا قلت في الأول بمزيد من الابتسامة العريضة تبعت هذه القمة، لأن بتفكرنا تاني بعودة الإشكاليات السياسية والحروب الاقتصادية. طيب دكتور، طالما عدت إلى هذه النقطة وكررتها، اسمح لي أن أتوقف عندها بهذا السؤال فيما يتعلق بالصين، وقد توجهت بهذا السؤال إلى ضيفي قبل أن تنضم إلينا. الولايات المتحدة على لسان رئيسها تحدثت موجهة خطابها إلى الصين بضرورة احترام الصين لسيادة هونغ كونغ، احترام حقوق الإنسان، وتحدث بمصطلح جديد أنه يبحث عن بدائل وصفها بالديمقراطية للتعاون مع الصين. ألا تعتبر أن هذه الأحاديث مكررة وقد تتنافى مع ما قرره الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة عادت إلى قيادة العالم من جديد وكأنها لم تكن؟ تمام، أنت اللي حضرتك بتقوله هو بيأكد الكلام إن إحنا رجعنا تاني للولايات المتحدة تحاول قيادة العالم، وهتتفق طبعا معايا وزي ما حضرتك قلت أو جاوبت على نصف السؤال إن هذه الأحاديث مكررة، هذه الملفات مكررة، وهي الجزرة التي تلوح بها الولايات المتحدة. أنا كنت أقصد بالتكرار يا دكتور، أنا كنت أقصد بالتكرار نقطة واحدة، هو إعادة طرح حضرتك لحديثك أن ما أشبه الليلة بالبارحة. لكن سؤالي الذي أقصده، ألا تعتبر أن هذا التكرار يشير إلى أن هذه القمة قد لا تهتم سوى بالصراع مع الصين وروسيا فقط؟ بالضبط، لأن الموضوع حقوق الإنسان، يعني ده اللي أنا كنت لسه بقوله، أن استكمالا على كلام حضرتك، موضوع حقوق الإنسان وهونغ كونغ، يعني هي تتفق معايا أنها قضايا ليست استراتيجية، وأنا بحط كلمة استراتيجية ما بين قوسين بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى بالنسبة للجي 7، هي سياسة الجزرة والعصا وسياسة ملفات لمجرد لوع الذراع أو ملفات قد تكون يعني للضغط، الضغط السياسي طبعا على الصين أمام الرأي العام العالمي. لكن طبعا لا أعتقد أن لا هونغ كونغ ولا حقوق الإنسان يمكن أن تشكل إشكالية أو ملف رئيسي للولايات المتحدة. لكن تاني زي ما حضرتك بتقول وزي ما قلنا، إحنا تاني رجعنا إلى المسائل الشائكة، وإلى الحروب الاقتصادية وإلى الحرب القديمة التي لا نعلم إلى أي مدى سوف تصلنا بين الولايات المتحدة وبين الصين على الساحة الدولية وعلى الساحة التكنولوجية وعلى الساحة الاقتصادية. نعم، حديث الرئيس الأمريكي لبعض النقاط الخلافية بينه وبين روسيا قد يمهدها أو تلغيها أو يتم النقاش بشأنها في لقائه القادم مع فلاديمير بوتين، ولكن الحديث بشأن الصين، كيف تتوقع أن يكون رد فعل الصين حين الإشارة إلى البحث عن بدائل لهذا الطريق، طريق الحزام والطريق؟ هو طبعا في زي ما بيقولوا غط فارغ أو يعني لعبة شد الحبل أو لعبة الرست بين الصين والولايات المتحدة، وقلنا هذا الكلام من قبل أن هناك حرب خفية قد لا يعلن عن اسمها ولم يعلن عنها ولا يعلن عنها بالشكل الصريح بين الصين والولايات المتحدة في شتى المجالات. كنا شفنا قضية هواوي وشفنا قضية الجي 5 والاتصالات والواتساب وفيسبوك ما بين الصين والولايات المتحدة. هناك قضايا كبيرة، هناك حرب بين الولايات المتحدة والصين في أفريقيا على سبيل المثال، هناك حرب اقتصادية في مجال التجارة العالمية بين الصين والولايات المتحدة. هذه الحرب لا تتوقف ولا أحد يمكن أن يتنبأ بسير هذا الصراع. هل هذا الصراع في النهاية سوف يؤدي إلى صراع عسكري؟ وارد، قد يكون هناك صراع عسكري، لكن الأكيد عزيزي أن هناك حرب تكسير عظام بين الولايات المتحدة والصين على كافة المستويات، حتى على مستوى
التكنولوجيا. أما فيما يخص روسيا صحيح أن في لقاء مرتقب، لكن سؤال ذكي الحقيقة، وأنا بعتقد أن طرح المسألة الروسية من قبل بايدن على قمة الجي 7 هي فقاعة اختبار لاختبار رد فعل الأوساط الروسية على الملفات الشائكة اللي يثيرها بايدن خلال الاجتماع القادم. وزي ما تعرف أن اللقاءات الدولية في الغالب في بعض منها بتكون هناك فقاعات اختبار، وبيكون هناك اختبار للرأي العام الدولي والرأي العام العالمي والرأي العام المحلي قبل الأحداث الكبرى. فأنا بعتقد أن النهاردة بايدن في حديثه عن الصين هناك تهديد مباشر، أنا أعتقد أن بايدن يعني ما يعنيه فيما يخص الصين. أما فيما يخص روسيا طبعا الموضوع أعمق، وأنا أعتقد أن نأمل أن يكون في هناك انفراجة في العلاقات، لأن طبعا عندك ملف أوكرانيا على سبيل المثال، ملف شائك ما بين الشرق والغرب، وأوروبا بتدفع الثمن بالمناسبة، وليس روسيا. فأنا أعتقد أن الملف الروسي هيتضح ليس في الجي 7 لكن ما بعد الجي 7 خلال لقاء بايدن وبوتين في الأيام القادمة. من القاهرة الدكتور عمرو صالح، وأنت أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف. إذن مشاهدي الكرام، كنا نتابع معكم على الهواء مباشرة هذه التغطية الحية لهذا المؤتمر الختامي لمجموعة الدول الصناعي السبع التي اختتمت بكلمة للرئيس الأمريكي، وكانت محور أو بعض من محور هذه المتابعة الإخبارية. متابعتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم، وملتقانا على ما يبدو على رأس الساعة القادمة، وموجز لأهم وآخر ما لدينا من أنباء. إلى هذا الحين وأبدا، نستودعكم الله.